4 مليارات ونصف مليار دينار خصصت لمشروع تعبيد الطرق في حي الرافدين أيمن الموصل. وبعد الوصول إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، تتذكر المحافظة أنه فاتها مد منظومة المجاري لتعود إلى حفر الشوارع من جديد، كالتي نفضت غزلها بعد قوة، منغصة فرحة أهالي الحي المعروف شعبيا بحي التنك، الذين انتظروا تبليط شوارعهم منذ عقود. توقفوا من وراء المجاري وسع العالم كله، يعني حتى الطلاب ما تقدر تطلع على مدارسها من وراء الحفر. لو تشوف الحفر مال الشوارع يعني كلها محفورة، الماي منقطع عن الحي، يعني بس وقفونا هيك بالبلاش. الافرق صبوها وكملوها، شو تركوا المشروع؟ شنو يقولون توقف المشروع؟ ليش بسبب المجاري؟ بحجة سوء التنسيق أهدرت المليارات، فبلدية الموصل تقول إنها فوجئت بتبليغ يقضي بإلزام مد منظومة المجاري للحي، فيما ترمي مديرية مجاري نينوى من جانبها الكرة في ملعب البلدية من خلال قيام الأخيرة بتنفيذ مشاريعها من دون الرجوع إلى دائرة المجاري، ما يتسبب في هدر للمال العام. الأسبوع الماضي وصل لنا قرار الإحالة لمشروع مجاري الأيمن من قبل وزارة الإعمار، فطلبت مديرية المجاري توقف العمل بهذا المشروع، لأنه هذا المشروع انحال على ساحة الأيمن، وهذا مع الأسف أنه ماكو تنسيق بين المحافظة والوزارة والدوائر المعنية. للأسف في بعض الأحيان تقوم مديرية بلدية الموصل بالقيام بالمباشرة بأعمال تبليط الشوارع بدون استحصال موافقة المديرية وإحراج المديرية من خلال تأجيل أعمال المجاري لفترة أخرى، وهذا الموضوع يؤثر على إرساء بنى تحتية صحيحة. غياب الرقابة على المشاريع الخدمية وسوء الإدارة والتخطيط والفساد المستفحل في دوائر الدولة عوامل تسببت في هدر المال العام وتستدعي تحركا حكوميا عاجلا للخلاص من ثقب أسود يستنزف الدولة ويعيق تقديم الخدمات. قاسم الزيدي، UTV الموصل.